مرحبا مساء الخير استاذ راشد المصطفى. في الفيديو ان شاء الله مرحبا سوف اقوم بتصحيح امتحان او مباراه عفوا امتحان الرياضيات الخاص بمباراه توظيف اطر اساتذه اطر الاكاديمي الموسم الدراسي 2019 بطبيعه الحال بالنسبه للتعليم الابتدائي. دونك في الصفحه الاولى هناك توجيهات عامه، دونك فوالا من طبيعة الحال يجب قراءة هذه التوجيهات. الاختبار يتكون من مجالين دونك رئيسيين، المجال الرئيسي الأول رياضيات، المجال الثاني ديداكتيك الرياضيات، دونك كل يعني مجال على 10 نقاط. دونك نحن سوف نريد مباشرة يعني الصفحة الثانية من هذا الاختبار. السؤال الأول أحسب، دونك سؤال بسيط جدا. دونك هنا سوف نقوم ب يعني حساب ما بداخل الأقراص، دونك أو باكال كلسي ألانتيغيو دي بارونتيز، أون فاغيدويل لي فراكسيو أو ميم دينوميناتور، دونك أ إيكال دونك سي 10، موان 4، بلوس 1 سور 10، فوالا، ملتيبلي باغ 10 سور 7، دونك أون بو سامبليفي 10 أفيك 10. Donc c'est 10 moins 4, 6, c'est 7 sur 7 qui est égal à 1. Donc 6, c'est 7 sur 7 qui est égal à 1. Et voilà, donc la bonne réponse c'est C, A égale 1. Voilà la première question. La deuxième question. Alors, ABC مضلع رباعي تيادي، donc ABCD comme vous voyez. المضلع الرباعي هو عبارة عن، donc بطبيعة الحال مربع، عفوا الرباعي هو عبارة عن شبه منحرف. فوالا نضع كروة يعني أمام الخانة. سؤال ثاني، اربط كل قطعة بما تمثله بالنسبة ل الرباعي بطبيعة الحال. Alors AB donc في الشكل فهي عبارة عن قاعدة صغيرة. Donc voilà. CD Aïda Kabira au Cobra. AH l'irtifa. BC. Donc BC c'est Dela. Donc Dela. Et voilà donc autre normalement nous, on a Yaksé de B, autre AC ou ABD. N'est pas donné, donc voilà, n'est pas donné. Donc voilà, passons à la page suivante. سؤال ثالث، لتكن اسم مساحه المضلع ا بي سي دي، دونك صيغه اس هي، دونك هنا يتعلق الامر بشبه منحرف، دونك مساحه شبه منحرف هي القاعده الصغرى زائد القاعده الكبرى مضروب في الارتفاع على 2، دونك الجواب الصحيح هو اس ايكال ا بي زائد سي دي فوا يعني ا اش سور 2، دونك فوالا الجواب صحيح ب. فيما يخص حساب المساحة، دونك يكفي حساب التعبير التالي S إلي إيكال دونك قاعدة صغرى 20 زائد 30 سنتيمتر يعني القاعدة الكبرى على 2 في الارتفاع يعني 80 ألو تساوي دونك 50 مضروب في 8 يعني 4 تساوي 200 اي فوالا، دونك مساحة شبه منحرف هي 200 سنتيمتر اي فوالا الجواب صحيح. يا دونك هنا يعني ريغل دو 3، دونك اون بو ترانسفورمي سو نومبر اون فوالا ميم نوتي، دونك اون بو اكريف تو سامبلومون 1 سنتيمتر نو دون، دونك او ليو دو ديكريغ دو 2500 cm, on peut écrire tout simplement 25 km. Donc 1 cm sur le plan, nous donnons 25 km au réel. Donc x nous donne. Et voilà, donc on peut tout simplement calculer x. Donc c'est 192 sur 25. Qui est égal, donc vous pouvez faire ce calcul, donc 7, c'est 7,5
68, bien sûr, l'île était sur le plan 7 cm. Donc la bonne réponse, c'est 5 toujours. Donc comme vous voyez, les bonnes réponses sont celles de C. Alors, c'est l'identité remarquable numéro 3 d'ordre 3. Donc, termine, donc factorisation. Et voilà, donc c'est toujours. هنا يعني عملية بسيطة جدا بالنسبة لي يعني يعني المتبرف يكفي نشر هذا التعبير وسوف نحصل على ا على بلس 3 موان بي على بلس 3. السؤال الثاني فهو تطبيق مباشر ل سي. دونك il suffit d'écrire 2019 à la puissance 3 moins 2016 à la puissance 3. Il est égal, application directe de la formule, donc c'est, bien sûr, de l'identité remarquable, c'est 2019 moins 2016, facteur le reste, donc c'est 2019 à la puissance 2, plus 2019 multiplié par 2016, voilà au carré. Donc c'est voilà juste faut écrire. Donc on va s'intéresser à ce facteur. Donc comme vous voyez, c'est 3. Alors c'est 3 fois de ce machin, donc c'est bien un multiple de 3. Voilà. Passons à une autre question. Alors تحققنا العدد A بالإقسام على 3. Donc سوف نقوم بجمع يعني les chiffres 1 plus 2 plus 3 plus, comme vous voyez, donc nous avons jusqu'à 9, donc je vais mettre les points plus 9. Donc ça va en honneur, ça va être mon avis, il y a des chiffres classiques, il y a des chiffres, 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 donc pour faciliter les calculs, donc c'est pour 2. Voilà, donc c'est 45 et 45 c'est 15 fois 3, donc c'est bien العدد هو من مضاعفات 3 كذلك. Alors تحقق ان العدد هو من مضاعفات مضاعف عدد 6 او من مضاعفات عدد 6. فكما تلاحظون لدينا 2020 عدد زوجي, c'est un nombre qui est pair, donc automatiquement هو من مضاعفات العدد 2. نفس الشيء 2019 لدينا 2 زائد 1 زائد 9 تساوي 12, أي من مضاعفات العدد 3 تساوي 3. في 4 دونك من مضاعفات العدد 3, وكما نعلم ان 6 فهي تساوي 2 في 3, اذا فهذا العدد فهو من مضاعفات كذلك العدد 6. اذا السؤال الخامس, حتى الطائرة القادمة من مدينة جدة بمطار مولاي علي الشريف بمدينة رشيدية على الساعة 12:15 و30 ثانية, علما ان رحلتها دامت 6:45 و30 ثانية, حدد ساعة انطلاق الطائرة من جدة. اذا هنا والله عملية حسابية بسيطة جدا, يعني 12:15 15 minutes et 30 secondes moins 6 heures de vol, 45 minutes et 30 secondes. Donc Najid الجواب A, donc 5 ساعات و 30 دقيقة, donc عملية بسيطة جدا. Voilà. حدد عددين من بين الاعداد 3.14 و 3.15, دونك هنا يعني يكفي كتابة 3.14 سو فورم دو 3.140 اي
3,15 aussi sous forme de 3,150. 153. Alors, هنا يتضح جليا أن الأعداد المحصورة بين 3.14 و 3.15 هو العدد 3.147 والعدد 3.145، في حين العدد 3.135 فهو أصغر من 3.14 و 3.151 فهو أكبر من 3.15. إذا التمرين السابع هو عبارة عن جدول، يعني تمرين يعني يدخل في درس الإحصاء. دونك عدد تلاميذ الأسم يكفي جمع يعني الأعداد 4 زائد 2 زائد 11، دونك 4 زائد 2 زائد 11 زائد 7 زائد 5 زائد 1. إذا بعملية بسيطة نجد عدد التلاميذ هو 30 تلميذا، 30 تلميذا، 30 فوالا. إذا النسبة المئوية للحاصلين على نقطة تفوق 14، إذا سوف نأمر الإمارة بجمع فقط الأعداد، فوالا. إذا 11 زائد 7 زائد 5 زائد 1 تساوي 24. مادام يعني مطلوب منا النسبة المئوية، دونك سوف نقسم 24 على الحاصل الإجمالي أي 30. ومن طبيعة الحال سوف نضرب الكل في 100. إذا بعملية بسيطة نجد في 100 اذا ايكال دونك 80%. دونك العمليه الحسابيه تجدون في النتيجه هي 80% من عدد التلاميذ الذين يعني حصلوا على نقطه تفوق او تساوي 14. اذا لاباج 5. اذا فوالا التمرين مرتبط يعني بدرس البويسونس. دونك فوالا ا ايكال سي A à la puissance 4 fois A à la puissance moins 2 sur A à la puissance 6 fois A à la puissance moins 3. Donc il est égal c'est A à la puissance 2 sur A à la puissance 3, donc c'est bien 1 sur A, et voilà. Donc la bonne réponse c'est هذه المرة c'est B, voilà. إذا فالتمرين التاسع فهو مرتبط بالهندسة الفضائية. إذا أسماء المجسم التالية، فالمجسم الأول يسمى الفيلكا. هنا هناك من سوف يعتمد يعني في خلال اثناء التحضير على يعني دروس او على مصادر من الانترنت، فاغلب المصادر سوف تجدون الكره، في حين نحن في المغرب نسميها بالفيلكا. نفس الشيء هنا اسطوانه، الاسطوانه اسطوانه. هذا المجسم كذلك يسمى بالهرم. هنا متوازي المستطيلات، متوازي المستطيلات، مستطيلات. هنا مكعب، مكعب. نفس الشيء هذا المجسم يسمى بموشور قائم. هنا كذلك سوف موشور قائم. نحن في المغرب نسميه منشور قائم، في يعني دول اخرى يسمى منشور. دونك هنا يعني سوف اؤكد المساله، ففي كتب اخرى يعني عربي اخرى تجد منشور، في حين نحن في المغرب نسميه موشور بالواو كما تلاحظون. واخر يعني مجسم فيسمى المخروط الدوراني. نفس الشيء في الكتب يعني في يعني مصادر اخرى سوف تجدون
مخروط، مخروط دونك نحن نسميه مخروط دوران، مخروط دوراني. ولا تمرين العاشرة هو ما ثبت بالدرس، التماثل المحوري والتماثل المركزي. إذا هنا أقصدون بالتماثل المحوري دونك لاسيم تخي أكسيال. دونك يكفي يعني تحديد مماثلات النقط التالية. دونك النقطة الأولى نفس الشيء فوالا، دونك باستعمال طبيعة الحال مربعات لي كارو. دونك فوالا نفس الشيء. إذا ثم بعد ذلك باستعمال المسطرة سوف نقوم بإنشاء الشكل. فوالا فوالا بالنسبة للشكل الثاني فيتعلق الأمر بدرس التماثل المحوري دونك المركزي عفوا. دونك سوف ننشئ يعني نفس الشيء فوالا، دونك باستعمال البركة، فلا أتوفر البركة لذلك لن أستعين بها. ثم بعد ذلك ننشئ مماثل نقطة سي دونك أندو تخوا فوالا، وبعد ذلك مماثل نقطة بي دونك ميم شوز 3 اي فوالا 2. وبعد ذلك ننشئ يعني ننشئ يعني مماثل المثلث بالتماثل المحوري المركزي عفوا فوالا فوالا اي فوالا. فيما يخص هذا التمرين فهو كذلك تمرين سهل وسهل جدا. دونك فوالا سوف استعمل بداية القلم لكي اتمكن من الكتابة. فمطلوب هنا تحديد نسبة التكبير. دونك فنسبة التكبير تكون اكبر من واحد، اما نسبة الصغر تكون اصغر من واحد. دونك فيكفي مثلا تحديد المسافة ب د، فكما تلاحظون فتساوي يعني مربعين دو كارو. ميم شوز ناخذ المسافه اي كا، كما تلاحظون في الشكل فتساوي اربع مربعات. دونك اي كا نحسب النسبه اي كا سور بي دي ايل ايغال 4 سور 2 كي ايغال 2 اي فوالا. دونك بالنسبه للتكبير اخر سؤال هنا كما تلاحظون قياس ا بي سي دي رباعي قياس الزاويه دي دون استعمال يعني من ان اي اسون في رابورتو. دونك تعلمون ان مجموع قياس الزوايا رباعي هي 360 درجه. دونك ا بلس بي بلس سي plus d donc c'est 360 degrés اذن حساب يعني زاويه d يعني 360 درجه ناقص مجموع الزوايا الثلاث التي لدينا اي d ايغال اذا d تساوي ثلاثمائة وستون درجة ناقص مجموع الزوايا الثلاث أي 245 درجة، 245 درجة. فوالا إذا دي فهي تساوي 115 درجة، 115 درجة. معنى الجواب الصحيح فهو إذن دي دونك سي لا ريبونس سي دي. فوالا بهذا نكون قد انهينا تصحيح هذا الامتحان. صراحة يعني لن يعني ادلي رأيي في مدى صعوبته او سهولته، فمن طبيعة الحال السهولة وصعوبة الامتحان مرتبطة
توجه يعني وتخصص كل مترشح، إلا أن الامتحان صراحة فهو امتحان رائع، يعني جميع يعني المفاهيم الأساسية التي بطبيعة الحال يجب يعني أن يختبر فيها أستاذ يعني التعليم الابتدائي. أتمنى التوفيق للجميع، متمنيين للجميع بالنجاح. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.